بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة دي إن شاء الله هندرس مجموعة من الفانكشنز اللي موجودة في الماث اسمها Hyperbolic Functions. ده جروب اوف فانكشنز. هندرس تفاصيل الهايبربوليك فانكشنز وإيه الدومين والرينج بتاعتهم وإيه الرسومات بتاعتهم وإزاي نجيب الدريفاتيف للهايبربوليك فانكشنز، وفي آخر المحاضرة إن شاء الله هندرس الانفرس للهايبربوليك فانكشنز وكمان الديريفاتيف بتاع الانفرس هايبربوليك فانكشنز. في 6 فانكشنز اللي هما الهايبربوليك فانكشنز في شبه كبير جدا ما بينهم وبين التريجونومتريك فانكشنز. طبعا التريجونومتريك فانكشنز احنا عارفينهم ساين كوساين تان كوتان سك كوسك، فالهايبربوليك فانكشنز برضو 6 في شبه كبير جدا ما بينهم وما بين التريجونومتريك فانكشنز. للشبه الكبير ده فهم خدوا نفس اساميهم، يعني في حاجه اسمها هايبربوليك ساين، يعني هي الهايبربوليك فانكشن اللي تشبه ساين، وفي هايبربوليك كوساين، وفي هايبربوليك تان. وللشبه الكبير ده كمان خدوا نفس الاسم بتاعهم، فانا عندي الساين اللي من نوع الهايبربوليك كمان بتتكتب بالمنظر ده ساين اللي هي عارفينها، وزودنا لها حرف H اللي هو من النوع الهايبربوليك اللي هو أول حرف من كلمة هايبربوليك، فبنقول ساين من النوع الهايبربوليك، نحط اللي جواها بقى اللي اسمه X، وبعدين في كوساين من النوع الهايبربوليك كوساين وزودنا لها ال H، وبعدين تان من النوع الهايبربوليك. النطق بتاعها زي ما انا بقول كده اللي هو هايبربوليك ساين او هايبربوليك كوساين. احنا هنا في مصر اتعلمناها الهايبربوليك ساين بننطقها شاين، والهايبربوليك كوساين بننطقها كوشاين، والهايبربوليك تان بننطقها تانش، فبننطق شاين كوشاين تانش، والتريجونومتريك بنقول ساين كوساين تان. طيب اوعى تتخيل طبعا ان الشاين الاكس هي ساين اتش في اكس، لا ده الاتش ده رمز مع الساين على بعض وبننطقه شاين. تكملت طبعا الستة فانكشنز، في واحدة تشبه الكوتان والساك والكوساك نقول عليهم هايبربوليك كوتان اللي هي بننطقها كوتانش، هايبربوليك ساك اللي بننطقها ساش، هايبربوليك كوساك بننطقها كوساش. فدلوقتي الستة هايبربوليك فانكشنز اللي اسمهم شاين كوشاين تانش كوتانش ساش كوساش اللي هم يشبهوا ساين كوساين تان كوتان ساك كوساك. طيب احنا دلوقتي قلنا اساميهم، بس عايزين بقى نشوف ايه الديفينيشن بتاع الهايبربوليك فانكشن، الديفينيشن بتاعهم ايه. هنقول حالا طيب الديفينيشن بتاع الهايبربوليك فانكشنز، تعال نمسكهم واحد واحد. اول حاجه الديفينيشن بتاع الشاين او الهايبربوليك ساين، ايه الديفينيشن بتاعها؟ الديفينيشن اوف شاين هو ان شاين اكس ايكوال اي باور اكس ماينس اي باور نيجاتيف اكس اوفر 2. يبقى ناخد بالنا اللي جوه الشاين والكوشاين، لما اقول شاين اكس فاللي جوه الاكس ده هو مش انجل زي اللي جوه الساين والكوساين دي انجلز، لكن اللي جوه الاكس ده باور. لما أقول شاين 30 هي e power 30 minus e power negative 30 على 2. طيب فإذا اللي جوه الشاين والكوشاين اللي جوه الهايبربوليك فانكشنز عموما مش angles دي powers. هايبربوليك كوشاين أو هايبربوليك كوساين آسف، اللي هي كوشاين لما نقول كوشاين x هي e power x plus e power negative x divided 2، يبقى اللي جوه الكوشاين برضو هي باور e power. لما اقول كوشاين 15 هي e power 15 plus e power negative 15 over 2. يبقى ناخد بالنا ان الشاين هي فيها minus لكن الكوشاين فيها plus، يبقى الشاين والكوشاين هم في الاصل اللي جواهم دي powers مش angles. خد بالك الشاين والكوشاين دي حساباتها موجودة على الكالكليتر، الكالكليتر بتاعتك هتلاقي فيه زرار اسمه ساين، شماله في زرار عليه 3 حروف مكتوبين HYB، دول أول 3 حروف من هايبربوليك، هتلاقي زرار مكتوب عليه 3 حروف دول، لو دوست عليه هيجيب لك بقى الشاين والكوشاين وتختار انت تحسب ايه. طيب ممكن ناس دول تقول دلوقتي ان اصلا مفيش شبه ما بين الهايبربوليك والتريجونومتريك،
هنا أصلا بنتكلم على باورز، لكن هناك بنتكلم على أنجلز. أول شبه ما بينهم هو الآتي: الديفينيشن بتاع التانج هو شاين أوفر كوساين، زي ما كان الديفينيشن بتاع التان ساين أوفر كوساين. طبعا لو حطينا بقى الشاين بالديفينيشن بتاعها والكوساين بالديفينيشن بتاعها، الاتنين هتطير مع بعض ويطلع اللي هو e power x minus e power negative x على e power x plus e power negative x. يبقى الأساسي أنت تعرف الديفينيشن بتاع الشاين والكوساين: الشاين اللي فيها ماينس والكوساين اللي فيها بلس، وبعد كده الديفينيشن بتاع التانج زي ما انت عارف، زي ما التان ساين على كوساين التانج شاين على كوساين. طيب نشوف باقي الهايبربوليك فانكشنز برضو: الكوتانج الديفينيشن بتاعها كوساين اوفر شاين، ولما تديفايد الكوساين على شاين برضو الاتنين هتطير فتطلع e power x plus e power negative x على e power x minus e power negative x. طبعا هنا بنقول x not equal 0 علشان ما ينفعش تخلي الدينامينيتور ده بزيرو. طيب نشوف السش. definition بتاع السش هو 1 over كوساين، وبعدين اللي هو reciprocal بتاع الكوساين يبقى 2 over e power x plus e power negative x. ونفس الحكاية الكوساش بيبقى 1 over شاين اللي هي 2 over e power x minus e power negative x، واتفقنا برضو x not equal 0 عشان ما تخليش denominator ده يبقى بزيرو. هنشوف دلوقتي ازاي نستخدم الديفينيشن بتاع الهايبربوليك فانكشنز في اثبات ايدنتيتيز كتير للهايبربوليك فانكشنز. الهايبربوليك فانكشنز ليها ايدنتيتيز كتير، في اللي شبه التريجونومتريك فانكشنز وفي اللي مختلف عنها. هنشوف بقى دلوقتي ازاي نستخدم الديفينيشن بتاع الشاين والكوساين اللي هو بالاي في البروف بتاع الايدنتيتيز بتاع الهايبربوليك فانكشنز. طيب هنا بقول لك prove that إن cosine x plus sine x equal e power x. طيب نتفق مع بعض على اتفاق إن أي proof لhyperbolic functions استخدم الdefinition. Any proof for hyperbolic functions استخدم الdefinition. لو جي قال لك prove that وادك علاقة فيها sine وcosine أو hyperbolic functions عشان تثبت العلاقة دي استخدم الdefinition. الديفينيشن بيقول ان الكوساين بلس شاين، الكوساين تقدر تشيلها وتحط بدلها e power x plus e power negative x divided 2، والشاين تقدر تشيلها وتحط بدلها e power x minus e power negative x divided 2. خد بالك نفس الدينومينيتور 2 نقدر نكنسل e power negative x بالبوزيتيف مع دي، فيطلع هنا e power x و e power x to e power x، كنسل ال 2 اللي تحت وال 2 اللي فوق فتطلع e power. زي ما انت شايف البروف سهل قوي، تشيل كل هايبربوليك فانكشن وتحط الديفينيشن بتاعها في الليفت هاند سايد، وفي الرايت هاند سايد يطلع على طول البروف. ممكن نشوف واحد كمان: بروف ذات ان كوساين ماينس شاين ايكوال اي باور نيجاتيف اكس. حط الديفينيشن بتاعهم، ادي الكوساين وادي الشاين وبينهم نيجاتيف، في الحاله دي الاي باور اكس اللي هتكنسل اي باور اكس، والاي باور ماينس اكس ماينس ماينس اي باور ماينس اكس تدي 2 فوق وتحت 2 يكنسلوا بعض ب e power negative x. نشوف example كمان: prove that ان shine of negative x هي negative shine x، وده معناه ان shine دي odd function. عايزين نبروف ان shine minus x هي negative shine x. ناخد بالنا ان shine x هي e power x minus e power negative x divided 2. طب لو كان بدل ال x اي حاجة فنشيل الاكس ونحط بدلها اي حاجة. يعني لو شاين فانكشن نقول e power function minus e power negative function على 2. فلما نقول دلوقتي شاين minus x هي e power minus x minus e power minus minus x over 2، وبتطلع يبقى دي طبعا e power minus minus x يعني e power x، خد النيجاتيف بره common واللي بيطلع ده هو شاين x، فتطلع negative شاين x. معنى ذلك ان الشاين دي اوت فانكشن زي ما الساين كانت اوت فانكشن. تقدر انت بنفس الطريقه تثبت الكوساين ماينس اكس هتطلع ايفن والتانج ماينس اكس هتطلع اوت. فنقدر نقول ان اني بروف فور هايبربوليك فانكشنز يوز الديفينيشن. حط الديفينيشن
هيطلع البروف على طول. نشوف اكزامبل كمان على الايدنتيتيز بتاعت الهايبربوليك فانكشنز. زي ما انت شايف كوساين سكويرد ماينس ساين سكويرد ايكوال واي اون، عايزين نبروف الرول ده، وده يعتبر اشهر رول موجود في الهايبربوليك فانكشنز، ده اللي شبه كوساين سكويرد بلس ساين سكويرد ايكوال 1. اتفقنا ان اي بروف للهايبربوليك فانكشنز هنستخدم الديفينيشن، فشيل الكوساين وحط الديفينيشن بتاعها اي باور اكس بلس اي باور نيجاتيف اكس على 2، ونفس الكلام الديفينيشن بتاع الساين. لما نيجي نفك البراكت السكوير في الاتنين دول، طبعا ده الترمين، يبقى الاول سكوير يبقى اي باور 2x، والتاني سكوير اي باور نيجاتيف 2x، وبعدين نقول الفيرست في السكند باي 2. لما نقول 2 في اي باور اكس في اي باور نيجاتيف اكس، اي باور اكس في اي باور نيجاتيف اكس ب اي باور 0 اللي هو 1، فيفضل ال 2 بس. ونفس الحكايه لما تفك البراكت سكوير هنا، هتلاحظ هنا ان ال e power x minus e power negative x كنسلوا بعض، و e power negative 2x negative e power negative 2x كنسلوا بعض، هيفضل من هنا 2 minus minus 2 هيبقى فيه 4 وتحت 4 هيبقى 1، يبقى معناها cosine squared minus sine squared equal 1. وبكده البروف سهل، وزي ما قلت لك ده اشهر رول موجود في الهايبربوليك فانكشن. نشوف example كمان prove that ان tan squared plus sec squared equal 1، برضو ده proof دي hyperbolic functions. احنا نحط ال definition بتاع tan اللي هو sine over cosine، ففي فوق negative وتحت positive، والsec هي reciprocal بتاع الcosine، فقلبنا الcosine. طيب خد بالك هو ده نفس ال denominator، فلو عملنا common denominator يبقى اللي فوق ده plus ال 2 squared. لو فكيت البراكت اللي فوق نفس الحكايه، الاول سكوير اي باور 2x، وبعدين الاول في الثاني في 2 يبقى ماينس 2، وبعدين الثاني سكوير، وهنا في 4، 4 هنا وماينس 2 يبقى فوق في 2. هتلاقي فوق في هنا 2 وتحت، لو فكيت البراكت اللي تحت او عملت جمعت البراكت اللي فوق هتلاقيهم اصلا هما حاجه واحده، فيطلع البروف بوه. يبقى نقدر نقول ان يعني proof for hyperbolic function. نشوف example كمان على ال proofs بتاعة ال identities بتاعة ال hyperbolic functions. عندي sin x plus y equal sin x في cosine y plus cosine x في sin y. خد بالك في rule شبه ده في ال sin وال cosine بالظبط. طيب احنا اتفقنا ان يعني proof for hyperbolic functions هنستخدم ال definition. لو استخدمت الديفينيشن بتاع الشاين والكوشاين في رايت هاند سايد ده، شاين اكس دي تقدر تكتبها اي باور اكس ماينس اي باور نيجاتيف اكس ديفايدد 2، وكوشاين واي اللي جوه اسمه واي، فبنقول اي باور واي بلس اي باور نيجاتيف واي ديفايدد 2. وهنا نفس الكلام الكوشاين اكس والشاين واي، حطيت الديفينيشن بتاعه. وبعدين ممكن تملتبلاي الاتنين دول في بعض، فال 2 باي 2 دي هتجيب ال 4، واللي فوق طبعا في براكت وبراكت كمان، فنقول الاول في الاول يبقى e power x plus y بتأد الباورز، بعدين الاول في التاني بتأد الباورز e power x minus y، وبعدين التاني هنا في الاول اللي هنا يبقى negative e power negative x plus y، وهكذا. طبعا نفس الدينامينيتور، فنقدر نقاد اللي فوق مع بعض. خد بالك هتلاقي ان في حاجات تشبه بعض، انك لو عملت بصيت هنا كده هتلاقي e power x minus y، ال e power x minus y دي بالبوستل، وهنا negative e power x minus y هتكنسل، وهنا negative e power negative x plus y، وهنا positive e power negative x plus y، دول هيكنسلوا بعض. لو بصيت على الترم الاولين ده اللي هو e power x plus y، وده متكرر يبقى اتنين منه، ونفس الحكاية هنا negative e power negative x minus y و negative e power negative x minus y دول مكرر. طيب وبكده نقدر نقول ان فوق هو بقى 2 e power x plus y minus 2 في e power negative x plus y، تقدر تاخد من فوق 2 common وتكنسل هنا من تحت، يبقى e power x plus y minus e power negative x plus y، وده هو اصلا ال definition بتاع sin x plus y، لان sin x plus y معناها e power x plus y minus e power negative x plus y divided 2.
تقدر انت بقى تعمل براكتس وتبروف الرول التاني ده بنفس الطريقة بالظبط، وتبروف الرول التالت ده نفس الفكرة بالظبط. تقدر تعمل براكتس كمان على الرولز دي، شاين 2x هي 2 شاين كوشاين، ودي في شبهها في الساين والكوساين، وهنا كوشاين 2x بكوشاين سكويرد بلس شاين سكويرد، دي اللي كانت في الساين والكوساين، هنا في نيجاتيف. مش مطلوب منك تحفظ الرولز، لكن مطلوب منك تعرف تبروف الرولز، انك تحط الديفينيشن في الليفت هاند سايد، تحط الديفينيشن بتاع الرايت هاند سايد، هتلاقي الاثنين ايكوال بعض. نشوف examples كمان على ال proofs بتاعت ال hyperbolic function. قلت لك اثبت ان ln cosine nx plus sine nx equal nx. ناخد بالنا احنا في اول proof اخدنا cosine x plus sine x كان بيطلع e power x، انك تحط ال definition بتاع ال sine وال cosine وال simplify يطلع e power x. فنقدر نقول cosine nx plus sine nx نقدر نشيلها ب e power nx. طب انا عارف اللين والاي بيكنسلوا بعض لان هما انفرس لبعض، فيطلع ان اكس. طب نشوف الايدنتيتي التانية، 1 بلس ماينس تانش اكس على 1 بلس تانش اكس ايكوال اي باور نيجاتيف اكس. طبعا احنا ممكن نشيل التانش ونحطها شاين اوفر كوشاين وشاين اوفر كوشاين، لو عملت ملتبلاي اب اند داون في كوشاين فهيطلع فوق كوشاين اكس ماينس شاين اكس، وتحت هيطلع كوشاين اكس بلس شاين اكس. وقلنا من شوية اول اكزامبل عملناه ان كوشاين بلس شاين كان بيطلع اي، ممكن تستخدمه على طول، وممكن اصلا تحط الديفينيشن للشاين والكوشاين وتثبت، وان كوشاين ماينس شاين كان بيطلع اي باور نيجاتيف اكس طبعا. ولما نسبتراكت، لما الديفيجن هنا بنسبتراكت الباور فيطلع اي باور نيجاتيف اكس. ونشوف دلوقتي بقى اكزامبل اخير على البروفز، كوشاين وجواها لان اكس ايكوال اكس سكوير بلس 1 اوفر 2 اكس. الديفينيشن بتاع كوشاين اي حاجه يبقى اي باور لاي حاجه بلس اي باور نيجاتيف لاي حاجه على 2، يبقى الديفينيشن بتاع كوشاين لين يبقى اي باور لين بلس اي باور نيجاتيف لين ديفايدد 2. انا عارف ان الاي واللين دول بيكنسلوا بعض، يبقى الاي واللين دول هيكنسلوا بعض، لكن الاي واللين مع النيجاتيف مش هيكنسلوا بعض لوجود النيجاتيف اللي في النص. فنقدر نقول البروبرتيز بتاعت اللين لو كان في باور هنا بيطلع بره، فاحنا نقدر نعكس البروبرتي والباور اللي بره والنيجاتيف اللي بره ندخلها جوه باور، فيطلع اي باور لين اكس باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 اوفر اكس. وكده نقدر نكنسل، احنا كده نقدر نكنسل الاي واللين مع بعض، فيجي من هنا اكس، والاي واللين مع بعض هيجي من هنا 1 اوفر اكس، فتطلع اي باور لين اكس باكس، واي باور لين 1 over x ب 1 over x divided 2 طبعا multiply up and down في x، فهيطلع الشكل اللي قدامي x squared plus 1 على 2x. كده احنا خدنا مجموعة من ال examples كفاية على ال proofs بتاعت ال hyperbolic functions. ودلوقتي بقى نروح لل derivative بتاع ال hyperbolic functions. تعال نشوف derivative ال sine وال cosine دي بايه.